واهلا وسهلا بيكم. ومن كلام ساره الحقيقه يمكن واحنا بنبتدي موسم جديد فرصه ان احنا نتكلم مع بعض شويه ونحفز لاعبتنا شويتين. طبعا حضراتكم عارفين انه كل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي سواء المعارين اللي رجعوا مره ثانيه او الصفقات اللي قدر النادي الاهلي ان هو يحسمها بدر وطاهر وباكم الصفقات كلها الحقيقه داخله في تايمنج ممتاز. يعني لما لعيب يجي على نادي يلاقي نفسه بياخد بطوله ويلاقي الفريق مخلص سيزون بثلاث بطولات كبيره جدا ثلاثيه ما بتتكررش كتير في التاريخ مش على مستوى الاهلي وعلى مستوى مصر لكن على مستوى العالم ده شيء كويس جدا ودفعه معنويه كبيره جدا للفريق وهو داخل سيزون جديد. خليني اسمع صوت جماهير الاهلي، يعني عايزين النهارده نعرف من وجهه نظركم السيزون الجديد اللي احنا بنبتديه ايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي؟ هيبقى فيه منافسه شريفه بين نجوم النادي الاهلي خصوصا بعد عوده الغيابات، عندنا طبعا ثلاث لعيبه كانوا غايبين بسبب كورونا اهمهم طبعا ديانجو ووليد سليمان اللي رجعوا لنا بالف سلامه، احمد ياسر ريان ان شاء الله باذن الله يخش فورمه ويخش مع الفريق، فهتبقى في حاله منافسه لذيذه. يعني كمان عدينا مرحله انه احنا حيرانين مين يلعب مكان مين او هنسد الثغره دي او الفجوه دي او غياب اللاعب ده ازاي. الاهلي بيبتدي سيزون جديد مكتمل العدد.